السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الجولة الاقتصادية والتي نبدأها بداية بالمؤشر العام. ألقي نظرة معكم على ما سجلته أسعار التداول لدى برنت الخام القياسي. إذا العقود الآجلة اليوم أبلغت في شرس الإغلاق بسعر برنت الخام القياسي 40.38 دولار للبرميل الواحد، مع انطفاء كبير جدا في منطقة التشبع. إذا غرب وسط تكساس ارتفع إلى أكثر من 3%. أما الإمدادات العالمية فقد استقرت حتى 21، ارتفاع إذا نسبي ومطمئن بعدما اجتمعت به أوبك بلاس وأبلغت به جميع الشركات العقود الآجلة أن هناك إمدادات العالمية وإفراج وعدم تعثر في مضيق هرمز. أبلغت وزارة العمل والتأهيل التابعة لحكومة الوفاق مديري مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق اليوم عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أن المصرف المركزي قام بتنفيذ كافة الحوالات المالية الخاصة بمرتبات مكاتب العمل بالمناطق عن شهر إبريل من العام الجاري 2020. وتابعت الوزارة في كتابها الموجه لمديري مكاتب العمل والتأهيل بأن هذه الحوالات تمت إحالتها كافة إلى حسابات المكاتب بمراقبات الخدمات المالية بالمناطق. وكانت وزارة العمل التابعة لحكومة الوفاق قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي عن متابعتها لعمليات سحب شهادة الدفع الأخير للدفعات السادسة والسابعة والثامنة المفرج عن مرتبات إبريل من هذا العام. بحث عميد بلدية درنا المستشار عبد المنعم الغيثي مع أعضاء لجنة الاستقرار درنا وعدد من المسؤولين بمصرف الوحدة تفعيل خدمات الدفع الإلكتروني بجميع الأنشطة التجارية بالمدينة. وركز الاجتماع الذي عقد بقاعة الاجتماعات بلجنة الاستقرار في المدينة على تفعيل المزايا والخطوات التي من شأنها أن تساعد في رفع المعاناة التي يعيشها المواطن جراء أزمة نقص السيولة. وتم التطرق إلى عملية تفعيل خدمة الموبيكاش وكيفية استخدامها داخل المدينة. وصلت إلى مطار بني وليد اليوم سيولة مالية تبلغ قيمتها 45 مليون دينار على متن طائرة شحن قادمة من المصرف المركزي في طرابلس بعد انقطاع للسيولة دام نحو عام تقريبا. وقسمت السيولة المالية على المصارف بحيث كان نصيب فروع مصرف الجمهورية الثلاثة 3 مليون دينار، بينما بلغت حصة فرع التجاري الوطني 25 مليون، بالإضافة إلى 8 مليون دينار في فرع أيضا فرع مصرف الجين الأهلي فقد كان نصيبه 12 مليون دينار. دعا مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء لانعقاد الاجتماع الأول للجمعية العمومية لهذا العام، ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية ثلاثة بنود رئيسية، وهي إمكانية اعتماد الموازنة التقديرية للعام الجاري، كما ستتم مناقشة إعادة تشكيل مجلس الإدارة ومناقشة ما يستجد من أعمال. وأشارت الدعوة أيضا إلى إمكانية تأجيل الاجتماع إلى 2 يوليو في الحال ما إذا لم يكتمل النصاب القانوني بذات الزمان والمكان. بهكذا مشاهدينا نكون قد وصلنا بكم إلى ختام هذه الجولة. نلقي نظرة أيضا على المؤشر العام من جديد، أشاهد معكم ما سجلته أسعار التداول حيث استقرت فيها أيضا كما ذكرنا أسعار الإغلاق على 40.83 دولار للبرميل الواحد، كما ذكرنا أيضا في جرس الإغلاق اليوم سجل فيها غرب وسط تكساس 41 بعد توصيات أوبك أبلس. بهكذا نكون قد وصلنا بكم مشاهدينا إلى ختام هذه الجولة، ألتقي بكم في ورقة جديدة، مع السلامة.